بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، وإطلالة إخبارية جديدة هنا من قناة النادي الأهلي على الهواء مباشرة. ونشرتنا الرياضية خلال هذه الفترة لمطابعة كل ما هو جديد داخل النادي الأهلي والأخبار المحلية والأخبار العالمية، لا سيما مباريات كأس العالم في روسيا عام 2018 والمرحلة النهائية. خلاص وصلنا للعد التنازلي والمباريات الختامية لهذه البطولة الكبيرة، الحدث الكبير، مباريات كأس العالم. واليوم كانت الانطلاقة والبداية مباريات دور الثمانية، بدأت في الساعة 4 عصرا مباراة فرنسا وأوروغواي، وانتهت منذ قليل بفوز الديوك الفرنسية بهدفين مقابل لا شيء. كانت مباراة حماسية وكبيرة جدا من المنتخب الفرنسي، وأصبح المنتخب الفرنسي من المنتخبات المرشحة بشكل كبير جدا للفوز ونيل هذا اللقب في ظل مستويات كبيرة جدا بيؤديها هذا المنتخب منذ انطلاق كأس العالم في منتصف الشهر الماضي. أوروغواي خسرت 2-0 من فرنسا، يمكن أهداف فرنسا جاءت فاران في الدقيقة 40، كانت كرة ثابتة فاول، رفع الكرة جريزمان وانطلق فاران وسدد الكرة بالرأس وذهبت على يمين حارس مرمى أوروغواي، وكان الهدف الأول في الدقيقة 40. الهدف الثاني لجريزمان كان في الدقيقة 61 من زمن المباراة، وبهدف جريزمان تعتبر المباراة ماتت بشكل كبير جدا، لأن المنتخب الأوروغواي من المنتخبات اللي بتبقى بالنسبة لها صعب جدا إن هي تعوض فارق الهدفين، ومن المنتخبات اللي لو المباراة انتهت أو قاربت على النهاية بتعادل سلبي بيكون سهل جدا يخطف هدف ويفوز في اللحظات الأخيرة، ودي طبيعة منتخب أوروغواي خلال المباريات الأخيرة وخلال السنوات الأخيرة. لكن انتهت محطة أوروغواي وانتهت محطة سواريز أمام المنتخب الفرنسي، وبالتأكيد تطور تكتيكي للمنتخب الفرنسي تحت قيادة المدير الفني الفرنسي ديدي ديشامب، واللي كان كابتن منتخب فرنسا في عام 98 وفازوا بكأس العالم. لكن المنتخب الفرنسي بيمتلك إمكانيات فنية عالية جدا، مش هتكلم على خط الدفاع أو خط الهجوم، لكن خط الوسط كمان كانتي وبوجبا عاملين أداء كبير جدا في هذه البطولة، وأمامهم يعني لعيبة على أعلى مستوى ما بين مبابي وجريزمان و جيرو، طبعا لعيبة مميزة جدا، وخط هجوم جامد جدا، وديمبلي لعيبة مميزة جدا. والمفاجأة في هذه البطولة مبابي، كيليان مبابي عامل مباريات هايلة وعامل مباريات كبيرة جدا، لدرجة انه يعني في مباراة زي النهاردة مباراة أوروغواي لما تلاقي لعيب عنده 19 سنة، مش هتكلم على أهدافه لكن حتى اتزانه النفسي واتزانه داخل الملعب، انه يوصل ان مرحلة التمريرات الصحيحة بالنسبة له والحاسمة تتخطى حاجز 90%، فأنت بتتكلم عن إمكانيات لاعب أعتقد فارق كبير جدا لهذا المستوى خلال الفترة القادمة، في ظل كمان ان مبابي يعني انا عايز اتكلم ان في الانتقالات الصيفية النادي موناكو استعجل جدا في بيع هذا اللاعب لباريس سان جيرمان، ويعني لو كان انتظروا لبعد كأس العالم كان هيبقى فيه عروض كبيرة جدا وهيكون فيه ارقام خيالية للاعب سنه لسه 19 سنة منطلق فيها الدوري الفرنسي بهذه الامكانيات الرائعة. لكن احصائية غريبة متعلقة بمنتخب أوروغواي، واحنا قدامنا لويس سواريز متأثر بهذه النتيجة والخروج من دور الثمانية. دائما منتخب أوروغواي عندما يفتقد لإيدسون كافاني يخسر كل مبارياته. المباراة اللي أوروغواي بتلعبها بدون إيدسون كافاني بتخسرها، ما في مباراة كافاني غاب فيها عن منتخب أوروغواي إلا وخسرها، لا يستطيع التعادل ولا يستطيع الفوز. إذا إمكانيات هذا المنتخب بتتلخص في إمكانيات 2 لعيبة، لويس سواريز وإيدين كافاني. لويس سواريز ما بيقدرش يلعب لوحده غير لما يكون جنبه حد 2 أو 3 لاعبين بيحركوه، لكن إيدسون كافاني وشفنا المباراة الماضية التحركات اللي الاثنين لعيبة قدروا يأدوها أمام المنتخب البرتغالي، واستطاع كافاني بهدفين يصعد به منتخب أوروغواي لمباريات دور الثمانية. لكن غياب كافاني لإصابة وعدم قدرته على اللحاق بهذه المباراة للأسف بالنسبة للمنتخب أوروغواي وجماهير أوروغواي، لم يستطع المنتخب إن هو يقدر يتخطى الديوك الفرنسية اللي استطاعوا التأهل لدور القبل النهائي وفي انتظار الفائز في مباراة البرازيل وبلجيكا. هذه المباراة بإذن الله هتنطلق النهاردة في الساعة 8 مساء. الأربع منتخبات للأسف في سكة بعض، ويمكن ده الاتجاه الأقوى ان الأربع منتخبات، يعني أنا على المستوى الشخصي متوقع الفائز بين المجموعة المنتخبات دي في المرحلة دي والوصول للنهائي هيكون هو الأقرب للفوز بهذا اللقب. فرنسا هتواجه البرازيل أو بلجيكا، هتبقى مواجهة أوروبية إذا فازت بلجيكا، أو مواجهة لتكرار نهائي عام 98 فرنسا والبرازيل. وإحقاقا للحق لو بنتفرج على مباراة كأس العالم هذه المرة، المنتخب الفرنسي بالإمكانيات والقدرات الفنية والبدنية الرائعة في هذا المنتخب أقوى كثيرا من منتخب 98، رغم أن منتخب 98 فاز بكأس العالم، لكن منتخب 2018 بالإمكانيات الرائعة والإمكانيات البشرية
بغض النظر عن المدير الفني ديدي ديشامب اللي كان عليه علامات استفهام كتيره جدا في مباريات تدور المجموعات وفي التغييرات وفي اداء هذا الفريق، لكن امكانيات اللعيبه مساعده المدير الفني على ان هم ذهبوا بعيدا في هذه البطوله وتاهلوا الى مباراه الدور قبل النهائي في انتظار الفائز من البرازيل وبلجيكا. بالتاكيد مباريات حاسمه، كاس العالم خلاص في مراحله النهائيه، الجميع هيبقى صعبان عليه طبعا نهاية هذا الحدث الكبير. كلنا افتقدنا خلال ال 48 ساعة الماضية وحسينا بأهمية مباريات كأس العالم لما انتهت المباريات الدور ال 16، وبننتظر بعد يومين مباريات الدور الثمانية، وخلال الفترة القادمة خلاص بيتقلص العدد المنتخبات وأيام المباريات بتبقى قليلة جدا. خلاص احنا داخلين في نهاية، عايز يعني بنتكلم في حوالي من 6 إلى 8 مباريات في المراحل الختامية، أو حوالي 6 مباريات في المراحل الختامية. فكأس العالم السنة دي بصراحة من أمتع وأقوى بطولات كأس العالم ومليء بالمفاجآت. يعني أنت بتصل لمرحلة الدور الثمانية، المنتخب الألماني مش موجود والمنتخب الأرجنتيني مش موجود، وهم كانوا طرفي المباراة النهائية في كأس العالم الأخير عام 2014 في البرازيل، كانت ألمانيا والأرجنتين، وألمانيا فازت باللقب. أسبانيا الفائزة باللقب عام 2010 خرجت من الأدوار الأولى ومش متواجدة في الأدوار النهائية. إيطاليا مش موجودة في البطولة، هولندا مش موجودة في البطولة، فبالتالي مستويات كبيرة جدا في هذه البطولة ومفاجآت كبيرة جدا. منتخب الروس هيواجه المنتخب الكرواتي، مواجهة في دور الثمانية لو أنت بتبدأ البطولة وبتتكلم في توقعاتك للمنتخبات المتأهلة، صعب تتوقع ان المنتخبين دول يواجهوا بعض في دور الثمانيه. روسيا البلد المضيف صعب جدا انك تتواجد في هذا الدور، لكن الامكانيات الجماهيريه والشعبيه ووجود البطوله على ارض روسيا ساهم ان المنتخب الروسي يصل للمراحل البعيده في هذه البطوله. المنتخب الكرواتي من المنتخبات المفاجاه في هذه البطوله، واتوقع ان هو سيذهب بعيدا وهتكون مواجهه قويه مع روسيا، وقد يتاهل ويواجه الفائز بانجلترا والسويد. انا على المستوى الشخصي متوقع ان الفاينل سواء البرازيل او فرنسا، يعني اذا كانت البرازيل فازت على بلجيكا او ستفوز على بلجيكا مساء هذا اليوم، فرنسا او البرازيل اي من هم في المباراه النهائيه بالتاكيد بنسبه 70-80% سيقترب من الفوز بهذا اللقب، وهتكون المواجهه الاصعب اذا تاهل المنتخب الانجليزي او المنتخب الكرواتي. انجلترا يمكن هي صاحبه هذه اللعبه، وكره القدم في الدوري الانجليزي يمكن اقوى الدوريات، لكن المنتخب الانجليزي هذه المره بيحقق مفاجآت وبيصل لأدوار نهائية بعد ما كان بعيد تماما عن الصورة خلال السنوات الماضية. ويمكن من الظروف الجيدة للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، يمكن المنتخب عمل نتائج جيدة، لكن الاتحاد الإنجليزي يمكن من أكثر الاتحادات أهمية وشعبية في كرة القدم، لكن لا يمتلك حكم في كأس العالم، وده إن دل على شيء بيدل إن هناك تراجع كبير جدا في التحكيم في إنجلترا. لكن المنتخب الإنجليزي بيتقدم وبيعاود سيطرته من جديد في أوروبا وفي كأس العالم ويصل إلى دور الثمانية. مباريات مهمة بالتأكيد، الكل متابع لهذه البطولة وتحت أنظار جماهير كرة القدم في العالم. كأس العالم كل 4 سنوات بتبقى حدث رياضي مهم جدا. دي كانت بداية مهمة نبدأ بها نشرتنا الرياضية في ظل اهتمام الجميع بمباريات كأس العالم والمراحل النهائية والختامية في روسيا عام 2018. ايضا حدث بالنسبه لنا مهم جدا في هذه الفتره، وانا متوقع وعارف ان في كل في هذه اللحظات بينتظر مباراه الاهلي امام اولمبيا السلوفيني، هذه المباراه الوديه والمقرر اقامتها بالتاكيد خلال هذه الساعات، المباراه الوديه الاولى في معسكر فريق النادي الاهلي في كرواتيا استعدادا لانطلاقه الموسم القادم والاستئناف المشوار الافريقي بمباراه تاونشيب بعد 10 ايام من الان على استاد برج العرب حتى هذه اللحظات، ومباراه العوده وفي الجوله الرابعه في جابروني عاصمه بتسوانا يوم 27 او 28 من نهايه هذا الشهر. مباريات هامه جدا واستعداد جيد جدا لفريق النادي الاهلي في معسكر كرواتيا، لكن على مدار نشرتنا الرياضيه سنتابع كل ما هو جديد المتعلق بهذه المباراه، وهيكون معانا على التليفون زميلنا امير هشام مراسل قناه النادي الاهلي يدينا كل التفاصيل المتعلقه بهذه المباراه. وحسب معلوماتي قبل ما نبدا نشرتنا الرياضيه ان المباراه كان من المقرر اقامتها في 6 مساء، لكن تقرر يعني تغيير موعد المباراه او تاجيل موعد المباراه لساعه او ساعتين خلال الفتره القادمه نتيجه طبعا تاخر وصول الفريق الى ملعب المباراه حتى هذه اللحظات. هنكون معاكم على مدار النشره لمتابعه تفاصيل هذه المباراه الوديه والتشكيل اللي هيبدا به باتريس كارتيرون في مباراه اولمبيا السلوفيني. هذا الفريق يعتبر رابع الدوري السلوفيني ومن الفرق القويه جدا في سلوفينيا، فبننتظر مباراه كبيره جدا، ويمكن هذا الفريق فاز بكاس سلوفينيا خلال الموسم الماضي، فهتكون تجربه وديه كبيره جدا بالنسبه لفريق النادي الاهلي في المرحله القادمه. ايضا عندنا ملفين مهمين جدا يمكن ظهروا على الساحه وعلى السطح خلال الفتره الاخيره،
لو بنتكلم في ملف الدوري العام في الموسم القادم والاستعدادات الخاصة بانطلاقة مسابقة الدوري العام، اتحاد الكرة يمكن خلاص خلال الساعات الجارية وبتحديدا في 11 من صباح يوم الأحد القادم ستعقد قرعة بطولة الدوري العام بحضور الحاج عامر حسين رئيس لجنة المسابقات، هيحدد بقى شكل وملامح بطولة الدوري وقرعة الدوري، ويمكن الجدول هيعلن بس حتى ختام الدور الأول نتيجة ضغط المباريات والأجندة الأفريقية و الموسم اللي هيكون مشحون بالعديد من البطولات، البطولة العربية والبطولة الأفريقية اللي هتنتهي في نوفمبر، ثم بطولة العام القادم اللي هتبدأ في أواخر 2018 وتنتهي في منتصف مايو في ظل أن كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون بعد التعديلات الجديدة في الأجندة الخاصة بالاتحاد الأفريقي تم نقل المواعيد من شهر يناير وفبراير، كل سنتين بتتلعب في هذه الفترة الزمنية، تم نقل المواعيد إلى شهر 6 والبطولة ستقام في الفترة من 4 يونيو حتى 30 يونيو من عام 2019 في الكاميرون بمشاركة 24 منتخب. فبالتالي اتحاد الكرة هناك استعدادات خاصة ليه بالنسبة لملف الدور العام خلال الفترة القادمة، 18 نادي هيلعبوا على مدار 34 أسبوع، ضغط المباريات، القائمة الأندية للأسف كل مرة بنأكد هذه المشكلة وهذه المسألة لأنها تبقى صعبة جدا على الأندية، أن الأندية وتحديدا النادي الأهلي اللي بيشارك في العديد من البطولات 25 لاعب في قائمته هيشاركوا في بطولة الدوري والبطولة الأفريقية حتى نهايتها بإذن الله في شهر نوفمبر. أيضا ملف متعلق بتسويق النادي الأهلي خلال الساعات الجارية، وكانت هناك تصريحات هامة جدا لدكتور سعد شلبي مستشار تسويق النادي الأهلي لمجلس الإدارة، بالتأكيد كانت تصريحات هامة في هذا الملف الحي وخلال الفترة القادمة، وكانت هناك تصريحات مهمة قالها امبارح طبعا في برنامج ملك وكتابة في المراحل القادمة المتعلقة بعقد رعاية النادي الأهلي وما هو قادم في هذا الملف. لكن الشيء الأبرز اللي البعض حتى هذه اللحظات لم يتوقف عنده كثيرا وهو الخطة المستقبلية اللي النادي الأهلي بيسعى عليها من خلال هذا الملف خلال الفترة القادمة. النادي الأهلي خلال الفترة الأخيرة من خلال إدارة التسويق كان هناك إعادة هيكلة وتصور لهذه الإدارة في الفترة القادمة لوضع تسويق النادي الأهلي وبراند النادي الأهلي في منطقة مختلفة تماما في السنوات القادمة، ولم يكن لديهم بالتأكيد أي تصور للمرحلة الحالية وما سيحدث في ملف الرعاية في الفترة الحالية، لكنهم كانوا بيفكروا لما هو أبعد وكان عندهم خطة مستقبلية لما هو أبعد، وكانوا بيفكروا في تسويق النادي الأهلي بشكل مختلف بحيث أن النادي الأهلي وتسويق النادي الأهلي يكون من خلال إدارات متخصصة وتجزئة هذه الإدارات بملفات مختلفة خلال الفترة القادمة سواء في النشاط التجاري المتعلق بشعار والملكية الفكرية للنادي الأهلي وبراند النادي الأهلي وقطاع كرة القدم والنشاط الرياضي أيضا خلال الفترة القادمة. هذه الملفات والتصور اللي قدمه دكتور سعد شلبي هيروح بالنادي الأهلي لمرحلة مختلفة، ومجلس الإدارة واعتماده لهذه الهيكلة والتصور القادم سيضع النادي الأهلي في منطقة مختلفة خلال الفترة القادمة عشان تستطيع من خلال إدارة متكاملة. الأول كان عندك مدير تسويق فقط من خلال مجموعة من الموظفين بيعملوا في هذه الإدارة، لكن إنك تعمل إدارة متكاملة من خلال أفرع عديدة في تسويق كرة القدم والقطاع التجاري وشعار وملكية الفكرية الخاصة بالنادي الأهلي والتسويق الرياضي المتعلق للنادي الأهلي بشكل عام، حتى البوابات أو حتى يعني الإنشاءات الهندسية اللي بيتم يعني العمل فيها خلال الفترة الحالية هيتم يعني أيضا كمان استغلالها بشكل مختلف خلال الفترة القادمة عشان تقدر تستغل كل نقطة وكل حاجة متعلقة بشعار النادي الأهلي وعليها شعار النادي الأهلي إنها تقدر تدخل وتجيب عوائد مالية كبيرة للنادي الأهلي خلال الفترة القادمة. فهذا الملف يعني الناس لو ركزت فيها هتلاقي فيه نجاحات كبيرة، وملف التسويق رايح في منطقة مختلفة وبيتم إنجازه بشكل جيد في الفترة الحالية. نتمنى يا رب التوفيق لهذه الإدارة في الفترة القادمة، لأن بالتأكيد بتفكر مع كمان لجنة تنمية الموارد أن هي تجيب أعلى عوائد مالية للنادي الأهلي، وأن يكون اسم النادي الأهلي وشعار النادي الأهلي كبراند يقدر أن هو يسوق نفسه بنفسه، وأن الكل يحاول يقرب منه عشان يستفيد بشكل كبير جدا، للنادي الأهلي صاحب الشعبية الجارفة، وهذه الشعبية بالطبع بتفرق كتير جدا في موضوع التسويق لما تكون صاحب الأكبر شعبية في مصر والوطن العربي والقارة الأفريقية. نعود من جديد للحديث عن تدريبات فريق النادي الأهلي، وقلنا النهاردة في مباراة ودية كان من المقرر إقامتها في 6:00 مساء، لكن تأخر وصول الفريق حتى هذه اللحظات إلى ملعب المباراة، بالتأكيد هيكون معانا زميلنا أمير هشام يطلعنا على كل هذه التفاصيل. لكن لو بنتكلم عن تدريبات الأهلي واستعداده خلال الفترة الأخيرة، يمكن باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق النادي الأهلي قرر إن غدا بإذن الله هيكون تدريب مسائي، النهاردة المباراة هتكون في وقت متأخر في نهاية هذا اليوم، والفريق كمان هيعود إلى حدود الكرواتية السلوفينية، فبالتأكيد الفريق محتاج فترة راحة ما يكونش فيه تدريب صباحي، فبالتالي باتريس كارتيرون لغى المران الصباحي غدا وقرر أن يكون المران على فترة واحدة في المساء تجنبا للإرهاق.
والمسافة بين الفندق الإقامة وملعب المباراة بالتأكيد بتزيد عن ساعتين. كان الفريق غادر النهاردة الساعة 2 بعد الظهر، لكن هنعرف النهاردة كل التفاصيل من زميلنا أمير هشام يدينا كل التفاصيل الخاصة بفريق النادي الأهلي. أيضا كان هناك تصريحات هامة جدا للكابتن محمد يوسف اتكلم فيها عن ودية أولمبيا السلوفيني، هذه المباراة الودية. كابتن محمد يوسف قال احنا بناخد هذه المباراة الودية للوقوف على مستوى اللاعبين، بنشوف درجة استيعاب اللاعبين للفكر الخاص بالجهاز الفني، هناك تنافس شديد بين اللاعبين، لكن في نفس الوقت بنطلب من اللاعبين انها تتوخى الحذر. وبعد انضمام الدوليين النهارده وبالامس كمان، النهارده اكتملت الصوره بوجود علي معلول، ستشهد التركيز خلال الفتره القادمه في التدريبات والمباريات الوديه على النواحي الخططيه والتكتيكيه. طيب للمزيد من التفاصيل حول كل هذه الامور والمباراه الوديه امام اولمبيا السلوفيني معايا في هذه اللحظات امير هشام مراسل لقناه النادي الاهلي. امير اولا برحب بيك وطمني عن بعثه فريق النادي الاهلي واخبار البعثه ايه والمباراه الوديه امام اولمبيا السلوفيني. تحياتي لك يا محمد وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. يعني خليني اقول لك ان الفريق لحد دلوقتي احنا في الطريق، احنا خلاص دلوقتي داخل دوله سلوفينيا، لكن يمكن نظرا لظروف المرور من كرواتيا لسلوفينيا، الاجراءات خدت وقت شويه، خدت حوالي ساعه او ساعه ونص يمكن تاخر الفريق في الوصول لمكان مباراه الفريق السلوفيني، فبالتالي لسه يعني حتى الان المباراه يمكن ما ابتدتش. الفريق يمكن اتحرك بالتحديد بعد ميعاد الغداء، الغداء كان الساعه 2، التحرك كان 2:30 بالظبط. لغايه دلوقتي الفريق في الطريق، يعني لسه ما وصلناش مكان الملعب. طيب المباراة طبعا كانت ميعادها الساعة 6، لكن دلوقتي الساعة 6 وربع، نفس التوقيت أولا يا أمير مع كرواتيا صح؟ وسلوفينيا. نفس التوقيت. طيب من المتوقع المباراة مثلا، يعني لو اتكلمت مع الجهاز الفني أو أنتوا في الطريق بتتشاوروا في هذه المسألة، لما كنتوا بتنزلوا مثلا في الطريق كفترة راحة ما بين الحدود ما بين كرواتيا وسلوفينيا، ممكن المباراة تقام مثلا على الساعة 7، 7:30، 8، ولا لسه الميعاد ما اتحددش بشكل رسمي؟ لسه ما فيش ميعاد اتحدد بشكل رسمي، يعني حتى كمان ما فيش استراحه في الطريق ولا حاجه، الطرق هنا يعني كانك في نفس الدوله، يعني الموضوع قريب جدا، لكن هي مسافه بس ما بين مقر الاقامه لحد مكان الملعب مسافه بعيده شويه، بجانب الاجراءات الخاصه بدخول سلوفينيا من خلال كرواتيا، ده اللي خد وقت شويه. لما هنوصل ان شاء الله هنعرف الماتش هيبتدي بالتحديد في تمام الساعه كام، خصوصا ان لما الفريق بيوصل اكيد مش مجرد من وصوله هيبتدي المباراه على طول، اكيد هيبقى في بعض الاحماءات الخاصه باللاعبين قبل بدايه المباراه، ده اللي هي يعني هيظهر خلال وصولنا ان شاء الله لملعب المباراه. طيب برنامج الفريق النهارده من الصبح يا امير كان ماشي ازاي من اول الفريق ما صحي على الفطار حتى التحرك من فندق الاقامه؟ طيب في البدايه طبعا كان في ميعاد الفطار، كان الساعه 9 الصبح، بعديه على طول كان في محاضره كده من مستر باتريك كارتيرون والكابتن محمد يوسف مع اللاعبين. المحاضره كان اهميتها في توجيه اللاعبين وتحفيزهم الطريقه او الاسلوب اللي هيعوا بيه هذه المباراه، ما كانش فيه طبعا حديث خالص عن الفريق اللي احنا هنقابله لان احنا ما فيش معلومات عنه، هي مباراه وديه في الاول وفي الاخر، فبالتالي هو كيفيه طبعا التكتيك اللي هيبتدي بيه النادي الاهلي او اللي هيلعب بيه هذه المباراه والناحيه الخططيه وكده، وكان كلام طبعا من قبل الجهاز الفني مع اللاعبين. بعديها على طول الفريق او بعديها بساعتين بالتحديد كان في ميعاد الغداء، بعد ميعاد الغداء مباشره تحرك اتوبيس الباص للاعبين عشان يوصل لهم لسلوفينيا ومقر الملعب اللي هيبتدي او اللي هيلعب من خلاله النادي الاهلي هذه المباراه اليوم. طيب امير برضو في جزئيه متعلقه باللاعبين الدوليين، يعني اولا علي معلول وصل النهارده متواجد مع البعثه ولا لسه ما وصلش؟ لا لسه ما وصلش علي معلول، يعني وصوله اتاخر شويه، ممكن يوصل تحديد الساعه 7 تقريبا، لكن في نفس اليوم النهارده. علي معلول هيوصل النهارده ان شاء الله، موجود معاك وصوله هيكون الساعه 7، لكن الدوليين موجودين مع الفريق لكن مش هيشاركوا طبعا في المباراه النهارده. موقف حسام عاشور ممكن نشوفه في مباراه الوديه النهارده؟ حسام عاشور ما عندوش اي مشكله خالص، حسام عاشور بيشارك في التدريبات بشكل عادي جدا، من الوارد ان هو يكون متواجد في المباراه الوديه حسب الطريقه او الاستفاده اللي عايز يستفيدها مستر باتريك كارتيرون، ممكن ان هو يشرف ناس ثانيه عايز يطمن على مستوى بعض اللاعبين عشان يستقر على التشكيل الاساسي بالنسبه له قبل المرحله المهمه المقبله ومباراتي داون شيت، فبالتالي هي تجارب وديه بالنسبه للجهاز الفني من خلالها بيشوفوا جميع اللاعبين هل ممكن يشارك الفتره الجايه حسب مستوى كل لاعب وحسب اللاعب اللي هيقدر يثبت وجوده وجدارته في توابع التشكيل الاساسي خلال الفتره الجايه، لكن حسام عاشور
سليم تماما، وكان بيشارك لحد المران مساء الامس بشكل طبيعي جدا. من الوارد ان هو متواجد النهارده في تشكيل خاص بهذه المباراه. وليد ازارو موجود معاكم في المباراه الوديه ولا لسه المساله دي مش واضحه قوي بالنسبه لمشاركه وليد في المباراه، في ظل ان خلاص خلال ساعات موضوع انتقاله للدور الصيني؟ يعني خليني اقول لك يا محمد ان وليد ازارو خارج حسابات الجهاز الفني بنسبه ما تحسبا لرحيله لكوتشن الصيني خلال ساعات، فبالتالي هو متواجد مع الفريق لكن لسه مش عارفين هل هيشارك في المباراه، هل مش هيتم اشتراكه في المباراه. ده هيبان لما نوصل ان شاء الله، لكن يعني ابتدى يخرج من الحسابات بالنسبه للجهاز الفني تحسبا لرحيله. لكن لو ما مشيش وليد ازارو الموضوع لو فشلت هيكون متواجد، واكيد هيكون احد العناصر الهامه جدا بالنسبه للجهاز الفني. كلها لسه مفاوضات ولسه الامور ما اتحكمتش بشكل رسمي حتى اللحظه اللي انا بكلمك فيها. طيب سؤال اخير يا امير، هل من المتوقع ان يكون في لاعب اخر يقيد في القائمه الافريقيه خلال الساعات الجاريه وانت في المعسكر قريب من الجهاز الفني واللعيبه؟ في لاعب ممكن يضاف قبل مباراه تاون شيب بالاضافه بعد قيد مؤمن زكريا قبل السفر؟ هيبان الكلام ده بعد انتهاء المعسكر يا محمد، وخصوصا الجهاز الفني بيتفرج على جميع اللاعبين، فهيشوف مين اللاعب او ممكن يكون محتاجه خلال الفتره الجايه يقيده قبل مباراه تاون شيب. ده وارد بنسبه كبيره، لكن يعني مش عايزين طبعا نقول اسماء او حاجه، لان كل خاص بالجهاز الفني هو اللي هيقرر في النهايه. من خلال هذا المعسكر كمان هو بيقف على مستويات بعض اللاعبين، من خلاله هيقدر يقرر مين اللي هيكون في احتياج شديد ليه خلال المرحله المقبله. بالتوفيق يا رب يا امير، وتوصلوا بالسلامه وتكون مباراه وديه مفيده يا رب ان شاء الله للنادي الاهلي. شكرا ليك زميلي امير هشام مراسل قناه النادي الاهلي، يمكن حصريه لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي الكل. انا عارف في هذه اللحظات بينتظر وبيتابع وعايز يعرف اخبار المباراه الوديه وما اقامه هذه المباراه وتوقيتها وتشكيل فريق النادي الاهلي، خاصه بعد انضمام الدوليين. عارف جمهور النادي الاهلي في هذه اللحظات لما بتكون في مباراه، حتى لو مباراه وديه، حتى لو مباراه استعراضيه، الكل بيبقى منتظر يتفرج عليها ويشوفها. حتى لو بنلعب كاس عالم او لو بنلعب اكبر البطولات الدوليه، جمهور النادي الاهلي ما عندوش غير حاجه واحده بس وتكون رقم واحد، هي متابعه فرقته. مش في الكوره بس، لا، في كل الالعاب، كره القدم والسله والطايره، حتى لو لعبه فرديه بيمثل فيها لعيب من النادي الاهلي، جمهور النادي الاهلي بينتظر وبيبقى عايز يتفرج ويشوف ايه المباراه. قلنا تصريحات الكابتن محمد يوسف على معسكر الاهلي في كرواتيا، وقال الحاله الفنيه والحاله الخاصه باللاعبين والمباريات الوديه، لكن ايضا كان هناك تصريحات لعمرو السوليه نجم خط وسط فريق النادي الاهلي، اتكلم عن المنافسه بين اللاعبين خلال المرحله القادمه، اتكلم عن خط وسط الاهلي ووجود زملائه من اللاعبين المميزين، واتكلم كمان عن كارتيرون، تفاصيل كثيره جدا، لكن بالتاكيد يعني مهم جدا نسمع جزء من تصريحات عمرو السوليه في هذا التقرير وماذا قال اثناء وجود معسكر الاهلي في كرواتيا، خاصة ان معسكر فريق النادي الاهلي كل لاعب في هذا المعسكر بيحاول يكون جاهز وبيحاول يكون عايز اتكلم في ايه، ان هو عايز يظهر بشكل جيد امام الجهاز الفني ويحاول يكون موجود امام الجهاز الفني بشكل جيد عشان يتواجد في التشكيله الاساسيه، في ظل ان باتريس كارتيرون بيتفرج على كل اللعيبه، ما كانش فارق معاه مين كان اساسي او احتياطي قبل كده، هو من خلال وجهه نظره الفنيه عايز يصل لافضل تشكيله وافضل لعيبه ويشوف افضل عناصر يبدا بيها الفتره القادمه من خلال وجهه نظره الفنيه ومن خلال الشكل الفني اللي هيبدا بيه الاهلي في الفتره القادمه. نطلع نشوف في هذا التقرير تصريحات عمرو السوليه وماذا قال داخل معسكر فريق النادي الاهلي في كرواتيا. احنا في مرحلة اعداد، اخذنا فترة راحة كويسة بعد الموسم اللي فات، اللعيبة ريحت كويس، دلوقتي بنحضر نفسنا للبطولات اللي جاية. عندنا طبعا مهمة صعبة في افريقيا، عندنا مباراتين، يعني اول مباراة عندنا والتانية في بوتسوانا ان شاء الله، يعني هيبقى المباراتين دول اهم مباراتين في البطولة، ان هما اللي هيخلونا نتصدر ان شاء الله المجموعة. اللعبة كلها مركزة، كله مركز في التمرين وفي التعليمات، إن شاء الله يعني اللعبة كلها على أتم استعداد إن هي تساعد جمهور النادي الأهلي. احنا بدأنا بصورة مش كويسة، بس يعني مش أول مرة نتحط في الظروف دي، اللعبة كتير عندها خبرة في المواقف دي وفي بطولة أفريقيا بالذات. إن شاء الله يعني اللعبة كلها جاهزة ومركزة في المباراتين القادمتين، إن شاء الله يعني هم دول اللي هيسهلوا علينا حاجات كتير الفترة اللي جاية، وهما اللي هيخلونا يعني نكمل الموسم بصوره كويسه. فان شاء الله يعني
الماتشين اللي جايين يكونوا خير علينا ونقدر نكمل بصورة كويسة. طبعا يعني الجهاز فني جديد بس يعني النظام هو الناس كلها بتمشي عليه جوه النادي الأهلي. طموحات طبعا الجهاز الفني واللعيبة كلها، أهم حاجة طبعا إن شاء الله بطولة أفريقيا ونصعد كأس عالم الأندية إن شاء الله. يعني اللعيبة والجهاز الفني كلهم مركزين في النقطة دي، وطبعا مع بداية الدوري العام يبقى فيه منافسة قوية إن شاء الله. فإن شاء الله يعني الفترة اللي جاية تبقى فترة كويسة علينا كلنا. لسه عندي طموحات كبيرة مع النادي الأهلي، لسه يعني ما حققتش 1% منها. لسه عندي كتير أقدمه للنادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي. الموسم اللي فات كان موسم كويس بالنسبة لي، لعبت بصفة مستمرة، عملت أداء كويس، بس لسه عندي أحسن إن شاء الله أقدمه للفريق وللنادي الأهلي. أنا شايف إن أنا عندي كتير لسه ما قدمتوش للنادي الأهلي. واحدة واحدة الموضوع بيزيد وبيتطور. البطولات طبعا يعني انت عارف ان النادي الاهلي بيلعب على البطولات كلها، حققت بطولات مع النادي الاهلي بس لسه طبعا في بطولات ما حققتهاش، لسه في بطوله افريقيا والسوبر الافريقي ان شاء الله نصعد كاس عالم انديه، لسه في طموحات كبيره مع النادي الاهلي. اهلا بكم من جديد. وزي ما سمعنا تصريحات عمرو السوليه نجم خط وسط فريق النادي الاهلي، اتكلم عن معسكر الفريق الاوروبي والاستعداد للمرحله القادمه وتركيز اللاعبين والاستعدادات الفنيه تحت قياده فرنسيه مع باتريس كارتيرون. ايضا لاعب مميز كظهير ايمن ومن الامكانيات البدنيه والبشريه الجيده جدا، واحد لاعبي قطاع الناشئين اللي تالق خلال السنوات الاخيره وظهر بشكل جيد مع النادي الاهلي في الفترات الماضيه، وكان بيلعب في خط الظهر بجوار احمد فتحي كبديل وكاساسي في مراحل عديده اثناء مشاركه الاهلي في البطولات خلال الفتره الماضيه. محمد هاني من اللاعبين المميزين اللي بالتاكيد خلال الفتره القادمه يعتبر من العناصر، رغم سن الصغير لكن يعتبر من العناصر خبره لانه شارك في العديد من البطولات المحليه والافريقيه وحصل العديد من البطولات خلال السنوات الاخيره. اتكلم في تقرير مهم جدا، قال ان برضه ان الفريق عنده تركيز شديد جدا لتنفيذ فكر المدرب خلال الفتره القادمه، وقال ان عقليه لاعب الاهلي قادره على صنع المعجزات وتخطي المواقف الصعبه، واتكلم عن المواقف اللي الاهلي خاضها خلال الفترات الماضيه واستطاع من خلال هذه المواقف ان هو يفوز بالبطولات في نهايه الموسم. اتكلم برضو كمان عن فرصة الأهلي كبيرة جدا في المنافسة على لقب القارة، وان ازاي موقف الأهلي في هذه المجموعة رغم ان هو عنده نقطة واحدة من مباراتين بعد التعادل مع الترجي والخسارة امام كامبالا سيتي الاوغندي، الا انه يستطيع خلال الفترة القادمة تخطي هذه المواقف الصعبة، وضرب امثلة عديدة جدا عندما كان كمان يتواجد مع الأهلي في فترات زمنية ماضية، استطاع ان الأهلي جاء متأخرا في مراحل المجموعات ووصل الى صدارة المجموعة ثم ذهب بعيدا للادوار النهائية. نروح نشوف التقرير ونشوف محمد هاني ونسمع منه قال إيه عن معسكر فريق النادي الأهلي والاستعداد للمرحلة القادمة. في البداية طبعا يعني التوفيق كله طبعا للجهاز الفني الجديد واللعيبة السنة دي، ويعني اللعيبة كلها مركزين، ويعني احنا ابتدينا المعسكر الاولاني في اسكندرية، الحمد لله المعسكر كان كويس ومشي بشكل كويس، وبعد كده رجعنا اتمرنا 4-5 تمرينات تقريبا، بعد كده سافرنا هنا كرواتيا. معسكر ماشي كويس جدا وكله بيتمرن كويس جدا وكله طبعا مركز، عندنا هدف ماتش افريقيا اللي جاي ده ماتش مهم جدا، كل اللعيبه مركزين في الماتش ده، يعني هو ده هدفنا الاساسي. طبعا احنا بنشوف وجهه نظر المدرب الجديد بايه اللي هو عايز ينفذه في الملعب، واحنا يعني بنحاول ان احنا ننفذ تعليماته. فانا ان شاء الله السنه دي يبقى موسم كويس ونقدم فيه يعني حاجات كويسه باذن الله. قبل كده 2012 تقريبا 13 كسبوا، كانوا واخدين نقطه واحده بس تقريبا في اول 3 ماتشات، وهم اللي خدوا البطوله، هم اللي رفعوا الكاس الاهلي. فيعني احنا ان شاء الله هدفنا ان احنا نكسب باذن الله الماتشين اللي جايين دول كمان،
وربنا يوفقنا في باقي البطوله. بس ان شاء الله يعني كله عنده يعني كله نفسه طبعا، وهدفنا كله بطوله افريقيا يعني، دي اهم حاجه طبعا. اللعيبه اللي هنا يعني معظم اللعيبه لعيبه محترفه ولعيبه كبيره جدا، ولعيبه يعني بتحاول تنفذ اللي المدرب عايزه في وقت قليل. يعني هو ده اللي بيفرق النادي الاهلي عن اي نادي، ان انت عندك لعيبه المينتاليتي بتاعتهم يعني كويسه، ويقدروا ينفذوا اللي المدرب بيقول لهم عليه في وقت قصير. وان شاء الله نقدر ان احنا يعني ننفذ الكلام الراجل بيقوله في وقت قصير يعني ان شاء الله. طول عمري طبعا انا بقول الكلام ده، ان انا يعني انا محظوظ ان انا معايا اتنين، واحد زي كابتن احمد فتحي وواحد زي كابتن باسم. يعني الواحد استفاد منهم كتير جدا من ساعه ما اتصعدت، استفدت في يعني في حاجات كتير جدا. واحسن حاجه ان انت بتنافس يعني المكان اللي انت بتنافس فيه بقى معاك لعيبه كبار زي دول، ان انت بتتعلم منهم وفي نفس الوقت بتحاول تبقى زيهم وتتطور. يعني دي من احسن الحاجات اللي فادتني في النادي الاهلي طبعا. فأنا شايف ان دي حاجه كويسه جدا، ان في منافسه كويسه جدا، والواحد بيحاول هو يطور من نفسه يعني. اهلا بكم من جديد. وزي ما سمعتوا تصريحات محمد هاني خلال الفتره الحاليه والاستعداد للمرحله القادمه، وان ازاي فريق النادي الاهلي بيستعد للمباريات الافريقيه من خلال هذا المعسكر الاوروبي. الكل بقدر الامكان بيحاول يطلع اللي عنده في المرحله الحاليه، عشان المرحله القادمه ما فيهاش هزار. يعني المباريات الافريقيه ما فيهاش هزار، انت لازم تفوز بالست نقاط وتقرب بشكل كبير في المنافسه مع الترجي ومع كامبالا سيتي، في ظل ان كمان تاون شيب عنده ثلاث نقاط، فانك تفوز عليه في المباراتين تبعده هو عن المنافسه، وتخش في المنافسه مع الترجي، وعندك مباراه اخرى كمان مع الترجي في تونس، فلازم تطلع بنتيجه ايجابيه قبل ما تختم بمباراه كامبالا سيتي هنا في القاهره باذن الله، وختام مباريات دور المجموعات. برضه من الاخبار اللي كانت غريبه جدا خلال الساعات الماضيه، ودايما كده كل فتره بنشوف اخبار يعني ملهاش اي اساس، وملهاش اي اساس من الصحه، وملهاش اي واقع حتى ملموس او يعني غريبه. يعني انا امبارح حتى اتكلمت وقلت تصريحات كابتن محمد يوسف بخصوص رامي ربيعه، وقلت ان كابتن محمد يوسف قال ان رامي ربيعه ما فيهوش اي حاجه جديده، هي الاصابه الاخيره اللي بقى لها فتره في موضوع التاهيل، هو خلاص وصل للجزء الاخير، وخلال الساعات القادمه هيسافر المانيا عشان يشوف امتى بالظبط يقدر ينزل الملعب ويشارك في التدريبات والمباريات. فبالتالي رامي ربيعه في الجزء الاخير من التاهيل الخاص بيه. واصابه رامي هي مش جديده على فكره، جت لاكثر من لاعب خلال الفترات السابقه، وكانت عند مروان محسن لما كان متواجد في منتخب الشباب، وغاب فتره كبيره جدا لغايه ما اصبح دلوقتي هو مهاجم المنتخب الوطني الاول ومهاجم النادي الاهلي. فرامي ربيعه يمكن خرجت ليه تصريحات برضو تعقيبا على هذا الكلام، ان هو هيغيب حوالي 6 شهور، وان عنده اصابه جديده، وان عنده قطع في الركبه، وبالتالي بيفكر في اعلان اعتزال كره القدم. رامي هو من اللاعبين اللي سيئين الحظ، ورامي اصاباته بتيجي في توقيتات بصراحه بتبقى صعبه جدا على اي لاعب كوره، لان هي بتيجي في مراحل انت داخل عندك كاس عالم، وعندك بطوله امم، وعندك كاس عالم شباب، وكان عندك اولمبيات. كل هذه البطولات لما رامي بيكون بيقرب خلاص انه هيشارك فيها بيصادفه سوء حظ غريب جدا وبيبعد. لكن هي نصيب، كره القدم نصيب، والاصابات بتبقى قضاء وقدر. لكن الاشاعات كمان تطلع عليه ان هو خلاص بيفكر في الاعتزال، وان عنده اصابه هتبطله كوره وهيبعد كمان 6 شهور، بتبقى صعبه جدا. يعني هو قال يعني كل هذه الشائعات ما بتشغلوش، لان هو دايما بتعود عليها، ودايما بيتقال حواليه كلام كتير في الفترات الاخيره. وصلت حتى في مرحله ان البعض كان بيتكلم ان الاصابه اللي عنده دي اصابه مزمنه، وان الفسخ العقد بينه وبين الاهلي خلال الفتره القادمه. لكن في نفس الوقت مندهش ان الحاجات دي بتتكرر. يعني هو قال ما بشغلش بالي بيها، لكن بتتكرر. يعني كل فتره لازم تطلع حاجه متعلقه باصابتي، وبتتكرر ان انا خلاص هقرب اعتزل. لكن يعني خلاص انا مش فاهم الناس ما يكون يعني بيحاولوا قدر الامكان ان هم يطلعوا الخبر ويأكدوه، ثم بعد ذلك ينفوه لما بيعرفوا الحقيقه من جهاز الكره. وكابتن يوسف بصراحه يعني بالامس اغلق كل هذه الشائعات، وطلع بتصريح رسمي من معسكر فريق النادي الاهلي في كرواتيا، وقال ان رامي ما تعرضش لاي اصابه جديده، وقال ان اللاعب بيسير بشكل منتظم في برنامجه التاهيل المخصص ليه، وهيغادر المانيا خلال الايام القادمه فور انهاء اجراءات السفر كما هو محدد سلفا من اجل الاطمئنان على حالته قبل خوض فتره التاهيل الاخيره. وانا كنت متواجد في معسكر فريق النادي الاهلي الاخير في القاهره، والمباراه الوديه اللي كانت مع الشمس قبل سفر الفريق ب 48 ساعه،
وعرفت حتى وقت ما كان الأهلي بيرسل القائمة الأولية ليه للموسم الجديد ووضع رامي ربيعة على قائمة الانتظار، فوجئت أن أصلا في اجتماع حصل بين رامي ربيعة والجهاز الفني وباتريس كارتيرون، وباتريس كارتيرون اتكلم، يمكن الكلام ده لأول مرة يتقال، باتريس كارتيرون اتكلم مع رامي ربيعة وقال له أنت من العناصر الأساسية المهمة جدا بالنسبة لي خلال الفترة القادمة، ومش هقدر يعني اعمل اي ستريس او ضغط عليك واقول لك انا محتاجك قريب واحاول تجهز وانزلك الملعب وانت مش جاهز، لازم تجهز بشكل جيد جدا عشان تكون مع العناصر الاساسيه معايا خلال الفتره القادمه، واتفق معاه وعرفه انه مش هيكون موجود في القائمه الاوليه بالنسبه للفريق في الموسم القادم، وقال له هتكون موجود معايا على قائمه الانتظار، لكن في اقرب فتره قيد خلال يناير القادم ان شاء الله هتكون جاهز وتشارك وتكون موجود، هضمك للقائمه المحليه وباذن الله يكون كمان لك دور معايا في القائمه الافريقيه. دايما في اجتماعات بتحصل بين اللعيبه، اجتماعات سواء بشكل فردي ما بين كارتيرون مع رامي ربيعه او حتى مايكل ليندمان في برنامجه التاهيلي، حتى ليندمان كان يعني في اوقات كتيره كان بيستخدم مثلا اللابتوب وكان بيفتح بيتكلم مع رامي ازاي انت برنامجك التاهيلي وصل لمرحله معينه وانت يوم كذا هتقدر تنزل وتشارك في التدريبات وانك في الرحله القادمه في المانيا الدكتور هيتكلم معاك ويعمل تشيك اب على كذا وعلى كذا، ما تقلقش اطمن المرحله خلاص بتقرب من النهايه، لكن ان شاء الله هتكون موجود معانا في الفتره القادمه. ففي تعاون داخل الجهاز الفني مع اللعيبه عارفه خطوتها الجايه ايه، والجهاز الفني صريح وبيقعد مع كل لاعب قبل ما بياخد قرار عشان يكون في جلسه مصارحه واللعيبه كلها عارفه المرحله القادمه هتمشي ازاي. فحتى القايمه بقول لكم القايمه لما اتبعتت كان رامي ربيعه عارف انه هيكون في قائمه الانتظار، لكن هو نصيب يعني الاصابات بتبقى نصيب، لكن ان شاء الله يكون من اللعيبه المميزه خلال الفتره القادمه. بجد يعني النادي الاهلي محتاج مدافع قوي بجوار سعد وايمن اشرف وجود خبرات زي محمد نجيب، وفي صفقه جديده منضمه احمد علاء من الداخليه، وحتى المنتخب الوطني كان متاثر بغياب رامي ربيعه وكان في ازمه في خط الدفاع مع احمد حجازي وعلي جبر. دي كانت اخبارنا المتعلقه بفريق النادي الاهلي خلال الفتره الحاليه، وهنوليكم بكل التفاصيل المتعلقه بمعسكر فريق النادي الاهلي والمباراه الوديه مع اولمبيا السلوفيني اللي اتاجلت حتى هذه اللحظات، كان من المقرر اقامتها في السادسه مساء يعني قبل نص ساعه من الان، لكن ان شاء الله خلال الساعات الجاريه هنعرف موعد المباراه، هيكون 7 على 8 هنعرف بالظبط ميعاد المباراه فور وصول فريق النادي الاهلي لملعب المباراه لمواجهه اولمبيا السلوفيني في اولى المباريات الوديه. في اخبار الالعاب الاخرى ايضا هناك استعدادات، يمكن كنا بالامس بنتكلم عن سيدات طائره الاهلي مع الكابتن حمدي الصافي وازاي بيستعدوا للموسم القادم بعد نتائج مميزه خلال المرحله الماضيه، لكن ايضا فريق السله للنادي الاهلي بيستعد، فريق السله سيدات للنادي الاهلي بيستعد بكل قوه من خلال تدريبات يوميه لرفع المعدل البدني للاعبات قبل بدء الموسم الجديد من اجل حصد كافه البطولات. في التقرير التالي سنتابع تصريحات الكابتن ايهاب الالفي المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة سيدات يتحدث عن الاستعداد للموسم الجديد. احنا دلوقتي موجودين عشان من فرق الناشئين ابتدت، فبنتابع فرق الناشئين وبشوف مين يقدر يصعد ويطلع معانا في الدرجه الاولى السنه دي ان شاء الله. انا طول عمري بقول كده ان احنا طول ما احنا الناشئين عندنا كويسين، طول ما النادي الاهلي هيفضل ان شاء الله متربع والاول دايما هما الاساس. السنه اللي فاتت كان عندنا 6 لاعبات تحت 18 سنه، في منهم حوالي 4 السنه دي خلصوا ومفروض يطلعوا مع الدرجه الاولى، لسه مع فتره هنشوفهم ونبص عليهم لان ان شاء الله يكون في تدعيمات السنه دي. الباقيين زي ما هم لسه في ال 18 بنتابعهم، وفي مواليد 2003 طالعين من 16 سنه جيل مبشر وفي خامات كويسه، فبرضه ان شاء الله يكون ليه نصيب وفتره الاعداد هيبقى معانا عدد كويس جدا من 18 سنه. الحمد لله احنا في خلال سنتين خلاص بقينا هم النادي الاهلي احنا ابطال مصر دوري وكاس ومرتبط وبطوله القاهره، خلاص النادي مش هيقبل مننا اي خساره بعد كده. البطولات المحليه لازم يكون في حفاظ على الفوز وعلى المستوى دوت. ان شاء الله يكون في تدعيمات السنه دي عشان نروح لافريقيا وعربيه والعاب عربيه، هو ده اللي بنسعى له مع استكمال القوام الفرق الاساسي الموجود وتصعيد الناشئات من تحت، ده السياسه اللي احنا ماشيين بيها دايما. أه
اهلا بكم من جديد. وزي ما سمعنا في هذا التقرير استعدادات فريق السله سيدات بالنادي الاهلي وكلام الكابتن ايهاب الالفي المدير الفني عن المرحله القادمه بعد نتائج مميزه جدا لسيدات الاهلي في كره السله وفازوا بالعديد من البطولات خلال الفتره الاخيره. هناك اخبار هامه جدا تتعلق بالملف المحلي في استعداد اتحاد الكره للموسم القادم، سواء في مواجهه شغب الجماهير وتحديد لائحه المسابقات وقرارات لجنه المسابقات خلال الفتره القادمه عندما يعني بيكون في جماهير. يعني انا برضو الجزئيه بالنسبه لي غريبه جدا، ان يعني النهارده طلع خبر من الحاج عامر حسين او لجنه مسابقات باتحاد الكره انها تستعين بلائحه الاتحاد الدولي فيفا في لائحه العقوبات المتعلقه بالموسم القادم، بس حتى هذه اللحظه يا حاج عامر لسه مفيش جمهور عشان نحط لائحه لائحه الاتحاد الدولي فيه بالنسبه للجمهور خلال الفتره القادمه. يعني هي المساله بس الاول نشوف الضوابط اللي الجمهور هيدخل بيها وبعد كده نحط اللائحه، لان الضوابط هي الاساس. ما هو الجمهور هيخش لو بالضوابط القديمه وبالشكل القديم، ما هو الجمهور هيخش وهيعمل مشاكل هتوقع العقوبات. لكن ما نرجع من الاساس ونشوف الاساس الجمهور هيدخل ازاي، وهتشوف الجمهور لما نيجي ندخله الملاعب ايه الضوابط اللي هندخل بيها الجمهور، وازاي يدخل المدرجات، وازاي يحجز التذاكر، وازاي يحضر الماتشات. وده اللي النادي الاهلي بيعمله في الفتره الحاليه. يعني النادي الاهلي في الفتره الحاليه من خلال اداره الجماهير وتحديث بطاقات الجماهير عمل اجتماعات عديده وطلع بتوصيات عشان يكون في ضوابط معينه لدخول الجماهير اساسا للمدرجات، وبعد دخول الجماهير نبدا بقى نطبق اللوائح القويه اللي هي لائحه الاتحاد الدولي في مساله مواجهه شغب الجماهير. لكن هنحدد لائحه لمواجهه شغب الجماهير ولسه اصلا ما قررناش الجمهور هيرجع ازاي؟ يعني عموما تطبيق لائحه الفيفا في هذه المساله ده شيء جيد وشيء رائع، لكن الاهم باذن الله خلال الفتره القادمه نشوف الضوابط اللي الجمهور هيدخل بيها الملاعب ونشوف الفتره الجايه هتمشي ازاي. ايضا خبر النهارده، بس كان خبر مؤسف بالنسبه لنا، يمكن امبارح طبعا كان وفاه العميد ابراهيم الجويني، لكن النهارده صباحا صحينا على خبر وفاه الكابتن محمد سلام مدرب حراس مرمى المنتخب الاسبق. كابتن محمد سلام كان من الشخصيات الرائعه، الشخصيات الهاديه جدا، وكان مدرب حراس مرمى منتخبنا الوطني عام 2013، وكان مدرب متميز جدا سواء على المستوى المهني او على المستوى الانساني او على المستوى الشخصي. كان متواجد في جهاز المنتخب بقياده الكابتن شوقي غريب، وكان معاه علاء نبيل مدرب عام واسامه نبيه وعبد الستار صبري مدربين. محمد سلام بدا مشواره في صفوف الفريق الاولمبي السكندري عام 91 وانضم للمنتخب الاول عام 96 تحت قياده محسن صالح، لكنه لم يخوض اي مباراه دوليه او رسميه واعتزل كره القدم عام 2002. بدا زي ما احنا شايفين طبعا ده صور من جنازه الكابتن محمد سلام، ان لله وانا اليه راجعون. بدا مشواره التدريبي داخل نادي سموحه وتدرج بين فرق الناشئين حتى وصل للفريق الاول، وبعد عمله لفتره مع شوقي غريب داخل النادي السكندري رشحه الاخير للعمل معه في المنتخب الاول. من الشخصيات الرائعه جدا، سنفتقد هذه الشخصيه بالفعل خلال الفتره القادمه. من يعني إن لله وإنا إليه راجعون، كابتن محمد سلام كان من الشخصيات الرائعة اللي الواحد يتعامل معاها على المستوى الشخصي وعلى المستوى المهني، كان شخصية جميلة يعني، لكن ده قضاء ربنا وقدره. عموما خلال الفترة القادمة بنشوف كمان المرحلة القادمة بالنسبة للمستوى المحلي والبطولات المحلية ومواعيد جدول الدوري، وهنشوف المرحلة الجاية بالنسبة للمسابقات المحلية هتمشي إزاي. طيب من اخبار المونديال واخبار الملاعب العالمية، يمكن خبر النهاردة طلعتنا بيه صحيفة ديلي ستار الإنجليزية متعلق بمحمد صلاح. محمد صلاح يمكن ديلي ستار قالت ان محمد صلاح قد ينتقل، وتحت كلمه قد حط مليون خط، ينتقل الى برشلونه مقابل 200 مليون استرليني. محمد صلاح يمكن كشفت تقارير صحفيه بريطانيه ان محمد صلاح نجم المنتخب الوطني وهداف نادي ليفربول قد ينتقل لصفوف برشلونه خلال فتره الانتقالات الصيفيه الحاليه مقابل 200 مليون جنيه استرليني. مبلغ كبير جدا وهيكون من اغلى لاعبي العالم. لكن في نفس الوقت غريبه، يعني محمد صلاح كان لسه مجدد تعاقده مع ليفربول منذ ايام قليله لمده 5 سنوات، لكن حتى الحساب الرسمي لنادي ليفربول ما قالش المده، لكن هو قال عائد طويل الامد، يعني فيما معناه انه قاعد لليفربول حتى فتره طويله، يعني ممكن توصل لمرحله حتى لما يعتزل هيفضل موجود مع نادي ليفربول. وبنشوف دايما في الدوريات الاوروبيه لاعبين كبار يعني زي صلاح وميسي ورونالدو كل سنه، رغم انه يكون موقع 3 سنين أو 5 سنين، لكن كل سنه بيحصل تعديل العقد والتجديد عشان يستمر لفتره طويله. لكن الكواليس هذا التجديد وهذا التعاقد لمحمد صلاح لا يتضمن اي شرط جزائي، ولا يمكن لاي نادي التقدم بعرض لاداره ليفربول اداره الريدز من اجل الحصول على خدماته الا من خلال النادي الانجليزي، لان ما فيش شرط جزائي في عقده الجديد مع ليفربول. اتمام الصفقه بس بيتوقف على تقييم اداره النادي الانجليزي للعرض المقدم من الناحيه الماليه. يمكن صحيفه ديلي ستار قالت ان برشلونه عارض 200 يعني مليون استرليني على ليفربول،
وعلى فكره نفس الملف ده كان حصل مع فيليب كيتونيو خلال الانتقالات الماضيه لما كان برضه كان جاي له عرض وبعد ذلك كان عايز ينتقل وكان في رغبه معينه لبرشلونه يضمه وهو كان عايز ينتقل لكن فضل قاعد في ليفربول حتى الانتقالات الاخرى التاليه وانتقل في الاخر في الفتره الماضيه. صلاح السنه دي عمل موسم رائع جدا يعني نجح في تسجيل 44 هدف في 52 مباراه خاضها بجميع البطولات الانجليزيه والاوروبيه في الموسم الاول ليه مع نادي ليفربول بعد انتقاله من نادي اي اس روما الايطالي. خد هداف الدوري الانجليزي برصيد 32 هدف وتوج على غرار هذه يعني على اثر هذه المسابقه وهداف المسابقه بجائزه الحذاء الذهبي والتي تمنح فقط لهداف البطوله. بالنسبه لمحمد صلاح وانتقاله للدوري الاسباني اذا انتقل الى برشلونه ايضا هناك في يعني موسم مثير في الانتقالات الحاليه في الانتقالات الصيفيه احتماليه كبيره جدا انتقال كريستيانو رونالدو الى اليوفي اليوفنتوس خلال الساعات الجاريه بعد قراره الرسمي والنهائي بالرحيل عن نادي ريال مدريد. وحتى في انتقاله من ريال مدريد في ازمه كبيره بينه وبين فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد. بيريز كان عايز يعمل حفله وداع او وداع لكريستيانو في البرنابيو مع جماهير الريال لكن يبدو ان في ازمه كبيره بين الطرفين وحتى كريستيانو قال انا اكتفي بتغريده بسيطه على تويتر اودع فيها الجماهير النادي الملكي قبل الانتقال الى الدوري الايطالي واليوفي. وفي الوقت الذي يقترب فيه طبعا كريستيانو رونالدو الانتقال الى اليوفي حارس اليوفي الكبير جدا جالويكي بوفون سينتقل ايضا خلال الساعات الجاريه الى باريس سان جيرمان والنهارده شفنا بعض الصور الخاصه ليه للكشف الطبي في نادي باريس سان جيرمان اللي بيقترب كبيرا جدا بوفون الى الانتقال للنادي الباريسي خلال الساعات القادمه. موسم مثير بعد كاس العالم هتتضح امور كثيره جدا في الانتقالات الصيفيه في الدوريات الاوروبيه وهنشوف في المرحله القادمه هتمشي ازاي زي ما احنا شايفين في هذه اللقطات بوفون وهو كمان بيستعد لاجراء الكشف الطبي في نادي باريس سان جيرمان بعد ما كان خلاص يعني رونالدو وقت وصوله في نادي باريس سان جيرمان زي ما شفنا في هذه اللقطات. لكن بقول لكم في الوقت اللي رونالدو رايح اليوفي وهيكون مع بوفون بيترك اليوفي ورايح باريس سان جيرمان وممكن تكون في مواجهات اخرى مواجهه متكرره دايما مواجهات مثيره ما بين بوفون كحارس مرمى المنتخب الايطالي وحارس اليوفي وسيكون حارس باريس سان جيرمان قدام كريستيانو رونالدو اللي بيقترب للعوده للدوري الايطالي. والبعض كان بيطالب اذا كان سيتجه رونالدو خلال الفتره القادمه لنادي اخر انه يعود لنادي مانشستر يونايتد اللي بدا فيه مشواره كره القدم في الفترات الماضيه. كانت اطلاله اخباريه مهمه جدا تابعنا فيها اخبار فريق كره القدم والمباراه الوديه وحاولنا نقربكم شويه في الصوره بالنسبه لمعسكر فريق النادي الاهلي ايضا الاخبار المتعلقه بكاس العالم وفوز فرنسا على اوروغواي وتاهلها الى دور القبل النهائي في انتظار البرازيل وبلجيكا. المباراه تنطلق باذن الله في الساعه الثامنه من مساء اليوم. الى هنا تنتهي نشرتنا الرياضيه دمتم في امان الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.